راحت وراح السر معاها. من شوية انتهت حياة حبيبة الشماع الشهيرة بفتاة الشروق، وبقى السؤال الأهم، إيه اللي هيحصل في قضية حبيبة الشماع؟ وإيه قصة شاهد الإثبات اللي ممكن يغير مسار القضية كلها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو. قبل الفطار بساعات نشرت الصحف الإخبارية المختلفة خبر أحزن الجميع، قالوا حبيبة انتهت حياتها. حبيبة الشماع الفتاة الشهيرة بفتاة الشروق انتهت حياتها بعد 3 أسابيع كاملة من عدم القدرة على الاستيقاظ من الحالة اللي كانت فيها. حبيبة الشماع من يوم الواقعة بالظبط وحالتها الصحية كل يوم كانت بتسوء عن اليوم اللي قبله، مفيش يوم اتحسن حالها إطلاقاً، كل يوم في مضاعفات ومفيش نتيجة لا للأدوية ولا لمحاولات الإفاءة اللي عملوها ليها الأطباء. ده كله ساهم في ازدياد الحزن لعدد كبير من محبي حبيبة الشماع وأهلها. الكل حزين ومش عارفين يعملوا ايه، الجهد كله بيقوم بيه الأطباء مع حبيبة، وجزء تاني بيقوم بيه المحامي الخاص بأسرة حبيبة في محاولة لأخذ حقها، ومن بعيد بقى بيحاول بعض محبي حبيبة إنهم يتكلموا عن الواقعة بشكل أكبر وتذكير الكل بيها وإرسال خطابات للمسؤولين علشان يجيبوا حقها. ومن محبي حبيبة دول كانت الإعلامية المهمة رضوى الشربيني اللي نشرت أكتر من مرة على تويتر حول الواقعة، ونشرت من ساعات تغريدة طالبت فيها المسؤولين بمحاسبة سائق السيارة اللي كانت راكبة فيها حبيبة، وكمان محاسبة شركة المواصلات اللي كان شغال فيها السائق. ده كل اللي شغل رضوى الشربيني بعد علمها إن حبيبة انتهت حياتها. لحد هنا نكون عرفنا آخر أخبار حبيبة، وعرفنا برضو من المشاهير اللي واقف مع أهلها وبيحاولوا يجيبوا حق البنت بعد اللي حصل فيها. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا في الواقع واللي بسببها ممكن يتغير مسار القضية كلها. المحامي الخاص بأسرة حبيبة الشماع قال في تصريحات صحفية لموقع المصري اليوم إن المتهم في واقعة حبيبة هيتم إحالته للمحكمة المختصة والاستعانة بشاهد الإثبات. المفاجأة بقى وعلى حسب اللي ذكره موقع المصري اليوم في خبر ليه استناداً لتصريحات محامي أسرة حبيبة الشماع، قال إن المفاجأة بقى إن في إمكانية بتعديل القيد والوصف الخاص بالواقعة، يبقى بدل من الشروع في الواقعة لتهمة الخطأ، يعني كأنه ما قصدش يعمل حاجة واللي حصل جه كده قضاء وقدر. الجزء اللي فات ده واتكلم عنه المحامي مهم جدا، وإن حصل فالوضع بتاع القضية هيتغير تماما، ويا عالم إيه اللي هيحصل في القضية بعدها. وفي محاولة تانية من محامي أسرة حبيبة الشماع تقدم ببلاغ رسمي ضد الممثل القانوني لشركة التوصيل في أمريكا والممثل القانوني للشركة في مصر، اتهم الاتنين والسائق المتهم في الواقعة إنه تسبب في رحيل حبيبة الشماع وكمان كان بيحاول يتاويها، وطالب الشركة بالتعهد بالتزاماتها، وطلب كمان الشركة بالتضامن في دفع الجزاءات المالية والتعويضات الموقعة في الواقعة دي، ووضح إن القانون المدني المصري نص على إن كل خطأ يرتكب ويحدث ضرراً للغير يجب تعويض كل من ارتكب ضده، ولذلك يجب تحميل الشركة الأم كافة التبعات القانونية والتعويض عن الأضرار اللي لحقت بحبيبة الشماع.